ونصب بذي الإعمال تلو وقفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قال رحمه الله اسم الفاعل إذا تقرر له العمل فلك في إعماله طريقتان، لك أن تضيفه إلى المعمول فينجر، ولك أن تنونه فينتصر المعمول. قرأ ورش رحمه الله تعالى والله متم نوره، متم خبر ويتحمل ضميرا تقدير هو ونوره عبيه. قرأ غيره والله متم نوره اسم الفاعل عمل في الحالة الأولى نصبت معموله، والثانية أضفته لمعموله فانجر. قال إن الله بالغ أمره ورش، إن الله بالغ أمره، أمره عبي منصب، وإن الله بالغ أمره. قال مقولين وقال مقولين وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. غير التلو عليك أن تنصبه حتى لو كان اسم الفاعل غير عامل، غير التلو ينصب مطلقا. تقول زيد معطي عمر درهما غدا، درهما ليس تلوا انتصب. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فإنا يتوفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. قالوا جاعل هذا اسم الفاعل لا يعمل لأنه لا يدل على الحال ولا على الاستقبال، جاعل في الزمن الماضي للمالك يوم الدين. قال هذا اسم الفاعل لا يعمل لأنه دل على المضي، لكن غير التلو لا بد من نصبه حتى لو كان اسم الفاعل غير عامل. وهذا مقول من قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي، أنا قوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. قال رحمه الله واجره أو ينصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لم من نهض. تقول زيد معطي عمر وخالدا درهما، خالدا نصبته إتباعا للمحل، واضح. وتقول زيد ضارب عمر ومحمودا، محمودا أضفته على عمر آل المحل، وهو قوله كمبتغي جاه وما لم من نهض، ما لم نصبت إتباعا للمحل. نقول وجهه أقرأ وكل وكل ما قرر الاسم فاعلي وقسم مفعولي بلا تفاضلي. قال اسم مفعولي عمل عمل اسم الفاعل بشروطه ان يكون دالا على الحال او الاستقبال، وان يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف او صاحب حال، وان كان بيد العمل مطلقا وان كان النعت المحذوف عمل كذلك. فتقول زيد مضروب ابوه غدا، ابوه نائب فاعل لمضروب. وتقول زيد معطى ابوه درهما غدا، معطى من اعطى تصير مفعولين، رفعت اولهما نائب فاعل وانتصب الثاني مفعولا. انا قوله وكل ما قرر اسم فاعل يتصل مفعولا بلا تفضيل، هو كفعل صيغه للمفعول يعمل عمل الفعل مبني المجهول في كالمعطى كفافا يكتفي. المعطى الموصوله ومعطى اسم مفعول يتحمل ضميرا يعود على ال وهو المفعول الاول وان كان نائب فاعل، وكفافا مفعول ثاني ويكتفي جمله موضعها رفع خبر. وقد يضاف لا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد، يختلف اسم المفعول عن اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يجوز ان يضاف الى مرفوعه. زيد ضارب ابوه عمرا لا يقال زيد ضارب الابي بخلاف اسم المفعول فانه يضاف الى مرفوعه. تقول زيد مضروب ابوه، تقول زيد مضروب الابي. وقد يضاف لا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، مثال ذلك. قال وصل المثال الورع محمودة مقاصده، الورع محمودة مقاصده، حولت الكلام مقاصده لا يمكن حذفها لأنها عمدة، نائب فاعل عمدة، حولت الكلام إلى صيغة أخرى، قلت الورع محمود المقاصد، محمود المقاصد، الورع محمود المقاصد. في الكلام عيب، أجريت الوصف من الفعل المتعدي لواحد مجرى الوصف من الفعل المتعدي لاثنين، لأن قولك محمود رفع نائب فاعل والمقاصد مفعول به أو شبيه المفعول، بينما قصد حمد تصيب مفعول واحد. وإذا قلت محمود المقاصد نائب فاعل بمحمود فيها عيب خلو محمود
يعود على الموصوف، لأن قولك محمود المقاصد، محمود رفع المقاصد، والوصف لا يعمل في شيء، لا يرفع شيء، العامل العربي لا يرفع شيء، المقاصد مرفوعة بمحمود. وإذا قلت محمود المقاصد قلت لك في عيب أجريت وصفة المتعدي لواحد متوسط المتعددين، فإن قلت محمود المقاصد تخلص من هذا كله، محمود تتحمل ضميرا هو فاعل والمقاصد مضاف إليه والإضافة لفظية. قالوا النصب فرع الرفع والجر فرع النصب، وفي الكلام صعوبة لك.